بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الخامسة والأخيرة في مادة اقتصاديات الموارد الطبيعية لطلاب الفرقة الأولى من دبلومة الاقتصاد الإداري بعنوان اقتصاديات الموارد السمكية. رسم يوضح مستوى الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروة السمكية. شرح الرسم السابق. تابع مستوى الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروة السمكية. فرضية السيناريو الأول للتكاليف. وبانتهاء المحاضرة دي بينتهي المنهج. شكرا.